حفظكم الله تعالى. وهذا سائل يقول: ما حكم كفارة العهد؟ وإذا عاهدت الله سبحانه وتعالى على عمل وقصرت فيه، فهل علي كفارة؟ العهد يمين، كفارة العهد كفارة يمين. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فالعهد يمين، فيه كفارة يمين إذا نقضه. نعم. وإذا كانت هناك كفارة فهل يسقط عني العمل بعد الكفارة؟ هل يسقط عني العمل الذي عاهدت الله عليه بعد أداء الكفارة؟ ينحل اليمين إذا نقضها، انحلت ويكفر لأنها انحلت، زالت. نعم.